السلام عليكم، ازيكم؟ اخباركم ايه؟ ان شاء الله النهارده بدايه المحاضره الخامسه في كورس الكومبلكس فانكشنز. هنكمل تشابتر 4. زي ما قلنا كان فاضل لنا نوعين من الكومبلكس فانكشنز لسه هندرسهم، اللي هما التريجونومتريك اند الهايبربوليك فانكشنز. طيب، in this section we define the complex trigonometric and hyperbolic functions analogous to the complex exponential function e power z and complex logarithmic function ln z defined in previous sections. These functions will agree with the real counterparts for real input. بمعنى ايه اخر جملة دي؟ معناها ايه؟ معناها انه ال e power z لو كنا في الاخر حطينا ال z ده real number هنحصل على نفس النتيجة اللي بنحصل عليها من الـ real function e power x لو حطينا فيها نفس الـ real value x. ونفس الشيء الـ principal logarithmic function ln z، لقينا انه لو الـ z ده positive real number هيدينا الـ ln z هتدينا نفس القيمة بتاعت log z to the base e. فـ similarly الـ trigonometric والـ hyperbolic complex functions لما نعوض فيها بـ real يعني بـ real number فلازم النتيجة بتاعتهم هتطلع متفقة مع قيمة الـ real complex الـ real trigonometric functions والـ real hyperbolic functions عند نفس الـ values دي. يبقى these functions will agree، يعني تتفق تتساوى قيمتها يعني with the real counterparts اللي هي الـ functions المماثلة ليها يعني في الـ real functions for real input، لما الـ input اللي بنعوض بيه جوه الـ function يكون ايه؟ يكون real. In addition, we will show that the complex trigonometric and hyperbolic functions have the same derivatives and satisfy many of the same identities as the real trigonometric and hyperbolic functions. طيب نبدأ أول حاجة بالنوع الأول اللي هو إيه؟ الـ complex trigonometric functions. If x is a real variable, it follows from definition 4.1. Definition 4.1 ده اللي هو كان تعريف الـ complex exponential function. لو x is a real variable يبقى e power i x بتبقى الديفينيشن بتاعها ان هي عبارة عن ايه؟ cosine x plus i sine x. وال e power minus i x بتبقى defined على انها ايه؟ ها cosine minus x اللي هو نفسه cosine x plus sine minus x اللي هو minus i sine x. طيب، by adding or subtracting these equations and simplifying we obtain two equations that relate the real cosine or sine functions with the complex exponential function. فلو جمعنا تمام يبقى هنلاقي ايه؟ لو جمعناهم الاثنين مع بعض هنلاقي ان البلس اي اي ساين اكس راحت مع الماينس، فبقى عندي 2 كوزاين بتساوي اي بلس اي، يعني كوزاين اي بلس اي باور اي اكس بلس اي باور ماينس اي اكس على الاثنين. لو طرحنا وقسمنا بقى على الاثنين اي برضو هنوصل لايه؟ لان الساين اكس بتساوي اي باور ماينس اي باور اي اكس ماينس اي باور ماينس اي اكس على الاثنين اي. يبقى الايكويشنز 2 و3 دول بيربطوا ايه بايه؟ بيربطوا الريل cosine وsine functions أو الريل يعني trigonometric functions الcosine والsine بالcomplex exponential function اللي هي e power i x. وطبعا مش أول مرة نشوف ال definitions دي يعني. طيب how بقى will we define the complex trigonometric functions؟ طيب الcosine z والsine z هنعرفهم ازاي؟ قالك ولا حاجة، simply يعني we will replace the real variable x with the complex variable z in 2 and 3. يبقى هنمسك equations 2 و 3 دول we replace the real value x with the complex value z and then we obtain ال complex cosine function with complex sine function. تمام؟ ادي ال definition اهو، ال complex sine and cosine functions. sine z بتساوي ايه؟ هي نفس ال sine x بس بدل x شلناها وحطينا z، فده ال general formula يعني ان ساين زد هتساوي اي باور اي زد ماينس اي باور ماينس اي زد على الاثنين اي، وكوزاين زد بتساوي اي باور اي زد بلس اي باور ماينس اي زد على الاثنين. طيب طبعا يعني شايفين احنا العلاقات رقم 2 و3 كانت بتقول ايه؟ ان كوزاين اكس اهي اي باور اي اكس وبلس اي باور ماينس اي اكس، فلو عوضنا باكس معينه في الطرف اليمين وي جت كوزاين اكس. فبما ان كل اللي عملناه هو اننا شلنا الاكس وحطيناها زد في الديفينيشن، فبالتالي بالتاكيد يعني انه لو انا مثلا بعوض بزد هنا اهو ب بلس 5 او ماينس 2.4 او اي ريل نمبر، فكاننا بالظبط بنعوض في نفس الاكسبريشن بتاع الريل الريل ساين، صح؟ يبقى تطابق الاكسبريشنز ده يقول ايه؟ يقول ان الكومبلكس ساين والكومبلكس كوزاين فانكشنز defined by 4 agree with the real sine and cosine functions for real input. يعني لو عوضنا عن الزد بريل نمبر
يبقى الحقيقة كأننا exactly بنعوض في الايه، في الاكسبريشنز اللي هي كانت موجودة في السلايد اللي فاتت 2 و 3، وبالتالي definitely هنحصل على نفس الفاليوز. فده confirmation again يعني على انه الساين والكوزاين اللي هم الكومبلكس ساين والكوزاين لما بنعوض بريل انبوت لزاد يعني هيدينا نفس القيمة بالظبط بتاعت الريل ساين والكوساين فانكشنز. تمام. طيب what about بقى التان والكوتان والساك والكوساك وهكذا، الكومبلكس فيرجن منهم اخبارها ايه؟ the complex tangent, cotangent, secant and cosecant functions are defined using the complex sine and cosine as follows. نفس التعريفات بالظبط في الريل بس بنستبدل الx بزد. فتان زد هي sine زد على cosine زد، كوتان زد هي cosine زد على sine، الساك هي واحد على cosine، والكوساك واحد على sine. تمام. example كده نبدأ بيه لطريقة بس الحسابات نفسها يعني how to compute sine or a cosine of a complex number. Express the values of the given trigonometric functions in the form a plus ib. يعني ال trigonometric functions دي اللي هي cosine i و sine 2 plus i والتان، عاوزين نحسبهم ونبسطهم ونحطهم في صورة الصورة اللي دايما بنحاول نوصل لها يعني اللي هي rectangular form a plus ib. طيب تعالوا أول example كده نحله، يلا نحسب exercise بسيط على التطبيق وحساب ال cosine وال sine والتان ل complex numbers ونشوف هن تطبيق مباشر يعني في الـ definitions. ادي اول حاجة cosine i. طيب الـ definition بيقول ايه؟ ها regardless of الحاجة اللي جوه سميها x z سميها u، هنقول ايه؟ ها e power مثلا i u plus e power minus i u على الاتنين. فهنا ادي i فيه الـ argument هنا اسمه i، فما نتلخبطش طبعا، احنا مجرد بنعوض، يبقى هناخد الـ i دي نعوض بيها، نضرب i في i و e power minus i في ال argument of the cosine which is i على الاثنين. طبعا e power i squared اللي هو e power minus 1 plus e على الاثنين. طبعا برضو المفارقة هنا انه برغم ان ال argument او ال input is a complex pure يعني pure كمان imaginary number، الا انه ال value بتاعت ال cosine في الاخر طلعت ايه؟ طلعت real value اللي هي e power minus 1 plus e على الاثنين. لو حسبنا القيمة دي زي ما قلنا بنقرب ل 4 decimal places تطلع 1.5431. الفاليو اللي بعدها sin 2 plus i، ها السين e power i في الارجمنت ناقص e power negative i في الانبوت او الارجمنت على الاثنين i، عوضنا نوضب شوية الاسس اللي فوق، يبقى هنا ادي ال i سكوير بقي minus 1 زائد 2 i وهنا 1. لازم نبسط ونختصر لحد ما نوصل للصورة اللي هو قايلها اللي هي دايما even يعني without mentioning احنا دايما بنحاول نوصل لايه، نبسط ونوصل لابسط صورة اللي هي rectangular form a plus ib. تمام. فهنفك هنا ادي e power minus 1 لوحدها cosine 2 plus i sin 2 و minus e power 1 لوحدها في cosine 2 minus i sin 2 طبعا على ال 2 i. فنلاقي ايه بقى لو احنا خلاص يعني ما قدمناش غير اننا نعوض يعني ما فيش حاجة تانية هتتعمل، فخلاص نعوض بقى ونحسب ال cosine 2، هنحسب ال real part لوحده كله، هنجمعه real part اللي هو e power minus 1 cosine 2 ناقص e cosine 2 يطلع 0.9781، الإيماجيناري بارت اللي هو e power minus 1 sin 2 زائد e sin 2 يطلع 2.8062 في i على الاثنين i. طبعا هنقسم الأرقام دي على الاثنين والاسم على i دي هتكون نتيجتها ايه، يعني واحد على i هي في الآخر ناقص i، فكأننا هنضرب الرقم اللي فوق ده في ناقص i، فيعني يتبدل بقى الريل والإيماجيناري بارتس، فنلاقي ان الرقم الكبير يجي كريل نمبر والصغير هو اللي هيبقى الإيماجيناري نمبر بعد طبعا ما يتقسموا على الاثنين. تمام. طيب الاكزامبل الثالث اللي هو tan باي ماينس 2i، طبعا التان اللي هي ساين على كوزاين، هنفك الساين بالاكسبريشن بتاعها e باور i في الانبوت ناقص e باور ناقص معلش بعتذر، بس هو هنا في ال معلش بعتذر ال i دي يا جماعه غلط، هي بس هنا يعني للاسف هي دي غلطه، معلش انا يعني حتى هحط عليها هايلايت بس علشان ما حدش يفهمها غلط، يعني دي كده مش موجوده و دي مش موجودة وكذلك هنا دي كلها، بس ايه معلش مستيكس كده محطوطة بس غلط. ادي ساين الاتنين الساين طبعا ال باي ماينس 2 اي هي اي باور اي في الارجمنت ناقص اي باور ناقص اي في الارجمنت على الاتنين اي، والكوزاين اي باور اي في
ال argument زائد e power minus i في ال argument اللي هو جوه الكوزاين على الاتنين. هنختصر شوية هنلاقي ايه اللي الاتنين هتروح مع الاتنين. واحد على i زي ما قلنا على طول هي ناقص i. لو ليه واحد على i بناقص i؟ فكروا فيها كده. ممكن نقول ان احنا هنضرب في i فوق وتحت، نضرب في الكونجوجيت يعني، او نضرب في i فوق وتحت، فيبقى i على i تربيع اللي هي i على ناقص واحد اللي هي ناقص i، تمام. او نقول ان الواحد اللي في البسط دي، مش انا بقول واحد على i، فكأن الواحد دي هي ايه، هي نيجاتيف i تربيع، نيجاتيف i تربيع على ال i اللي هو نيجاتيف i برضه، يعني واحد على i بنيجاتيف i من الاخر. ان اختصرنا بقى هنا شوية، يبقى هنا هيديني ال e power 2 في ال e power i pi، وهنا ال e power minus i مع minus 2i دي اللي هي e power minus 2 مع ال e power minus i pi، نفس الشيء تحت. على جنب كده بقى بنحسب ال e power i pi، ودي حاجات بعد كده تبقوا عارفينها على طول، مش محتاجين نعيد حسبتها. زي مثلا ما احنا عارفين خلاص ان ال e power i 2 pi بواحد. طيب e power i pi بكام، او ال e power minus i pi بكام؟ ادي e power i pi اهي cosine pi زائد i sine pi، والe power minus i pi بcosine minus pi ناقص i sin pi. طبعا السين pi بصفر، وcosine pi او cosine ناقص pi بنيجاتيف 1. يبقى الe power i pi او الe power ناقص i pi كلهم قد بعض بقيمة نيجاتيف 1، فهنلاقي ان هم كلهم هيدوني بس اشارة نيجاتيف فوق وتحت، هتكنسل each other، فيتبقى معانا ايه، ادي النيجاتيف وادي الi وادي e power 2 minus e power minus 2 على e power 2 plus e power minus 2. هنحسب بقى خلاص الـ يعني الترم ده، نعوض بقى في الكالكوليت ونحسبه، يطلع في الاخر بعد التقريب، طبعا في لسه مازال اشاره نيجاتيف اهي، وبعد التقريب يطلع بيساوي تقريبا 0.9640 في الاي، يبقى طلع ايه، بيور ايماجيناري نمبر، تمام. طيب نكمل، يبقى خلاص حلينا الثري اكزامبلز دول، ونشوف النوت بتقول ايه. طبعا ال some properties of the real trigonometric functions are not satisfied by their complex counterparts. For example, احنا عارفين ان بالنسبة للreal sine و cosine functions دايما المودولس بتاعهم بيبقى اقل من او يساوي الواحد، صح كده؟ يعني اقصى قيمة بتبقى plus 1، اقل قيمة minus 1، هما they alternate between the plus 1 و minus 1 for all real values of x. بينما بقى from the examples اللي احنا شفناها هنا، نلاحظ ايه مثلا، هنلاقي ان المودولس بتاع cosine i هيطلع ب 1.531. يعني لو احنا جينا نشوف كده الكوزين i طلع اهو، فهو حتى طلع real number وpositive وكل حاجة، يعني المودولس بتاعه هو نفسه، فكليرلي يعني المودولس ده اكيد اكبر من الواحد. نفس الشيء sin 2 plus i، بص 1.4 وهنا minus 0.48، فلما نيجي ناخد السكوير روت بتاع 1.4 سكوير plus الكمية دي سكوير، definitely بيطلع ايه، هيطلع لو جربتوها يعني هيطلع حوالي 1.489 which is greater than 1، وهكذا. فبالتالي اذا الانيكواليتيز بتاعه الكاب الماكسيمم بتوع المودولس ساين ومودولس كوزاين ار نوت ساتيسفايد فور الكومبلكس انبوت، تمام. طيب نشوف شويه ايدنتيتيز خاصه بالكومبلكس تريجونومتريك فانكشنز. موست اوف ذا فاميليار ايدنتيتيز فور ريل تريجونومتريك فانكشنز هولد فور ذا كومبلكس تريجونومتريك فانكشنز. ذس فولوز فروم ديفينيشن 4.6، ديفينيشن بتاع كوزاين والساين. لو احنا برضو جينا نتحقق من كل الـ identities اللي هنقولها بالتعويض المباشر في الديفينيشن هنلاقيها. طبعا يعني الـ rules اللي هنقولها دلوقتي او الـ identities دي يمكن ببساطة اثباتها من خلال الـ definition 4.6 ومن خلال الـ properties of the complex exponential function، لان اصلا الـ definition بتاع الـ sin z و cosine z بيبقى بدلالة الـ complex exponential function. فباستخدام الـ properties بتاعت الـ complex exponential function والـ definition we can prove those identities. ايه هم بقى؟ ان ساين ماينس زد بتساوي نفس ماينس ساين زد، هي نفس الرولز اللي هي خاصه بالريل كوزاين وساين فانكشنز، وان كوزاين ماينس زد بيساوي كوزاين زد، كوزاين سكوير زد بلس ساين سكوير زد بيساوي واحد، ساين مجموع الزوايا، كوزاين مجموع او فرق الزوايا. وطبعا من قانون الساين زد 1 بلس مثلا زد 2، لو اف زد 1 ايكوال زد 2 ايكوال زد، بنقدر نستنتج منه القانون بتاع ساين 2 زد ان هي بتساوي 2 ساين زد كوزاين زد. ونفس الشيء من القانون بتاع مجموع الزوايا، لو احنا حطينا z1 وz2 بz وجمعنا يبقى كوزين 2z، نقدر نستنتج من الـ right hand side ان هو بيساوي ايه، كوزين سكوير z minus sin سكوير z. طبعا يا جماعة الرولز دي مش محتاجة اقول نحفظها، اكيد احنا اي identities بنحفظها
وما بتبقاش حاجة صعبة، لأن احنا already حافظين نفس ال identities دي في ال في ال real functions، فمش أكتر من إننا بن 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 map ال يعني ال identities اللي احنا عارفينها إلى ال إيه ال complex functions، بن generalize them and use them في ال complex functions as well يعني. طيب ال periodicity، what about ال periodicity؟ طبعا definitely ال cosine وال sine functions في ال real cosine و cosine و sine functions أكيد periodic تمام with period 2 pi. طيب what about the complex cosine and sine functions؟ the complex sine and cosine are periodic functions with period 2 pi. يعني اذا هما نفس ال periodicity بنفس ال period زي بالضبط ال real sine and cosine. بمعنى ايه؟ بمعنى انه sine z plus 2 pi، طبعا افتكروا بس ال e power z كانت periodic وكانت ال period بتاعتها pure imaginary number اسمه 2 pi i، اما الساين والكوزين فهما البيريود بتاعتهم هي 2 باي which is a real value. فساين زد بلس 2 باي هتلاقيها بتساوي ساين زد، وكوزين زد بلس 2 باي بتساوي كوزين زد. الاثبات مثلا غالبا في كل التريجونوماتريك فانكشنز هنعمل الاثبات لواحده من الاثنين، مثلا يا اما الساين يا اما الكوزين، والاثبات الثاني هيبقى سيميلر للاثبات الاولاني تمام، فمش هنكرر الاثباتين يعني. طيب هنعمل الاثبات مثلا للساين، ساين زد بلس 2 باي بسيطة جدا، احنا هنروح للديفينيشن. فالديفينيشن بيقول ايه؟ هنشيل كل زاد في الديفينيشن ونحط مكانها زاد بلس 2 باي. هنعمل سمبليفيكيشن، طبعا ده هيبقى عندنا اي باور اي زاد والاي باور اي 2 باي بواحد زي ما قلنا، وهنا اي باور ماينس اي زاد والاي باور ماينس اي 2 باي بواحد برضو، فيطلع في الاخر الاكسبريشن هو نفسه الايه الساين زاد. ف يو كان سيميلرلي بقى بروف ان الكوزين از بيريوديك وذ بيريود 2 باي. اما بقى بالنسبه ل السكند والكوسكند فهما برضو periodic with period 2 pi، و this follows مباشرة. هنعمل مثلا الإثبات للsec function، الdefinition بتاع السك زاد إنها واحد على كوزين زاد، فلو شلنا كل زاد حطينا مكانها زاد plus 2 pi يديني واحد على كوزين زاد plus 2 pi، وبما إن الكوزين is itself periodic يبقى كوزين زاد plus 2 pi هي نفسها كوزين زاد، فوصلنا إلى واحد على كوزين which is sec زاد. يبقى إذن أثبتنا كده إنه السك is periodic with period 2 pi. And similarly you can prove that the cosec function is periodic with period 2 pi. اما بقى بالنسبه للتانجنت، التانجنت والكوتانجنت فهما الاثنين الكومبلكس طبعا تانجنت اند كوتانجنت ار بيريوديك، بس البيريود بتاعتهم اقل بقى باي، زي برضو يا جماعه الريل تانجنت وكوتانجنت هما برضو البيريوديسيتي بتاعتهم بتبقى ببيريود اقل شويه which is باي. نثبت الكلام ده ازاي؟ هنحط الاثبات بتاع التان وهيبقى الاثبات بتاع الكوتان similarly. عايزين نثبت ان التان periodic with period pi، يعني عاوزين نثبت ان تان زد plus pi بيساوي تان زد، يبقى هنعوض الديفينيشن ان التان هي ساين على كوزين، نشيل كل زد ونحط زد plus pi. طبعا تان ساين زد plus pi you can prove ان هي بتساوي minus ساين زد تمام. نثبتها ازاي؟ ممكن تثبتها بالديفينيشن، هنفك ساين زد plus pi بالديفينيشن الاي انها e power i بقى، وتشيل كل زد وتحط زد plus pi. طبعا هيظهر لنا e أس i pi و e أس negative i pi سواء في المفكوك بتاع الساين او الكوزين، وزي ما قلنا e أس i pi من الحاجات اللي احنا نبقى حافظينها على طول ان هي minus 1، فهيطلع لنا اشارة minus فوق يطلع لنا اشارة minus تحت، يروحوا مع بعض يتبقى معنا tan z. وبنفس الطريقة ممكن نثبت ال periodicity of the cotan. حلو قوي، تعالوا نتكلم بقى على topic اخر اللي هو how to solve trigonometric equations. يعني ايه؟ يعني example كده، ازاي نقدر نجيب، ازاي نقدر نحل الايكويشن اللي هي اسمها ساين زد بتساوي 5؟ ازاي نقدر نجيب قيم زد اللي لما نعوض بيها نحصل على ساين زد بتساوي 5؟ اولا هل هتبقى قيمه يونيك؟ طبعا لا، لان الساين زي ما قلنا is a periodic function، فديفينتلي there are infinitely many values of z for which sin z equals 5 تمام. فمبدئيا كده احنا عارفين ان هما السوليوشن is not unique، ان وان في سوليوشنز كتير قوي. طب ازاي نحل ونحسب الساين زد بيساوي كام؟ يلا نشوف فكره حل النوعيه دي من المسائل عامله ازاي. طيب احنا دلوقتي عاوزين نحل ساين زد بيساوي 5، هنعمل ايه يا جماعه؟ خلي بالكم ده تكنيك حل بتستخدمه بقى في كل الايه اللي هي التريجونوماتريك ايكويشنز اللي بالشكل ده. هنفك sin z بالdefinition هي عبارة عن e power i z ناقص e power ناقص i z على الاتنين i بيساوي 5.
هنحول المعادلة دي إلى quadratic equation في e power i z عن طريق إن إحنا نضرب الطرفين في e power i z. فيبقى الطرف الشمال عبارة عن e power 2i z ناقص 1، ولو جبنا بس ال 2i هنا بقت هنا 10i، هنضرب في e power i z يبقى ال right hand side أصبح 10i في e power i z. نجيب المعادلة كلها في طرف واحد، يلا يبقى هنا e power 2i z ونرتبها كده، minus 10i e power i z minus 1 بتساوي 0. أصبحت دي يا جماعة وكأنها معادلة تربيعية أو quadratic equation in e power i z. يعني لو شلنا e power i z وسميناها أوميجا مثلا أصبحت quadratic equation في أوميجا. بس إحنا مش محتاجين نعمل كده، يعني we can deal with it في الشكل ده. يعني فين بقى الكوفيشنز بتوعها؟ أدي الـ a بواحد، الـ b بناقص 10i، والـ c بماينس 1. ولا أي حاجة، إحنا هنحل باستخدام القانون اللي إحنا عارفينه من زمان، اللي هو القانون اللي بيجيب لنا الـ roots بتاعة الـ quadratic equation. يبقى الـ e power i زاد هتساوي كام؟ اللي هي قلنا ممكن تسميها أوميجا، يعني minus b plus minus root b square minus 4ac over 2a، اللي هو هيساوي ادي minus b 10i plus minus الجذر، فين ال b square؟ ها 100 في i تربيع، ده اللي هو بناقص 100، minus 4ac اللي هو ب plus 4 على الاثنين في 1، minus 100 plus 4 اللي هو minus 96، وهنا 10i وهنا الاثنين. طبعا 96 لو احنا جينا احنا بنحاول بقدر الامكان ما نقعدش نحول المساله الى ديسيمال، يعني في صوره ديسيمال من الاول، عشان نمشي بيها بقدر الامكان اكيوريت ونعوض في الاخر خالص. ف96 دي اللي هي 16 تايم 6، فيبقى السكوير روت بتاع 16 بفور يطلع بره، والسكوير روت بتاع ماينس 6 اللي هو i في السكوير روت بتاع 6. تمام كده، يبقى هنطلع بره ال 4 طبعا، وبعدين هنقسم على 2 فتبقى 2 في السكوير روت اوف 6 في السكوير روت بتاع ماينس 1 اللي هو الاي. فادي الحل اهو 5i بلس ماينس 2 جذر 6 في الاي. ممكن ناخد الاي كده كومن فاكتور، فيبقى هنا عندي 5 بلس ماينس 2 جذر 6 اي. هل احنا كده حلينا المساله وخلصنا؟ لا، هو احنا عاوزين نجيب اي باور اي زد ولا عايزين نجيب قيم زد؟ الحقيقه احنا عاوزين نجيب قيم زد اكسبليسيتلي كده. طيب يبقى لسه عندنا مسألة تانية بنحلها، أو actually مسألتين. إحنا هنا وصلنا إلى إنه إيه؟ إن الـ e power i z يا إما بتساوي 5 plus 2 root 6i، or إن الـ e power i z بتساوي 5 minus 2 root 6i. الحقيقة كل واحدة من دول مسألة، وكنا يعني من الحاجات اللي كنا خدناها في المحاضرة اللي فاتت، اللي هو أزيف إن إحنا بنحل equation وهنستخدم اللوغاريتم function. يبقى we use the complex logarithm to solve for z as follows. هنقول هي بقى لو e power i z، نبدأ الأول بالروت الأولاني اللي هو e power i z بتساوي 5 زائد 2 جذر 6 i، يبقى ال i z هتساوي كام؟ هناخد اللين أو اللوغاريتم الجنرال طبعا مش البرنسبل، لأن احنا بنجيب كل الحلول الممكنة. هناخد اللوغاريتم بتاع 5 plus 2 root 6 i. ازاي بنفك اللوغاريتم؟ ها طبعا يعني احنا بنجيب لازم نجيب المودولس لهذا الكومبلكس نمبر، ونجيب الارجمنت. طبعا الكومبلكس نمبر ده لو ركزنا شويه نلاقي ان هو بيور ايماجيناري نمبر، وان هو بوزيتيف صح، وبالتالي هو واقع على البوزيتيف واي اكسس. طبعا هنا الاي جبتها بس الناحيه الثانيه، واحد على اي اللي هي بنيجاتيف اي، وبقت كده دي الزد، ده موجود على البوزيتيف واي اكسس. يبقى المودولس بتاعه هو نفسه طبعا الفاليو المضروبه في اي اللي هي 5 زائد 2 جذر 6، والارجمنت باي على الاثنين زائد الاثنين ان باي، ده الجنرال ارجمنت، والان بصفر بلس ماينس 1 ان سو اون. لسه هنكمل، لسه في اختصار. يلا بقى نضرب الماينس اي ونفصل كده، نجيب الجزء الريل لوحده والايماجيناري لوحده. فادي ماينس اي في اي بلس 1 يبقى باي على الاثنين زائد 2 ان باي ماينس اي في اللوج. في حاجه تانية تتعمل؟ لا مفيش. يبقى هنا بقى فقط في هذه الخطوه نقدر بقى نحسب اللوج على الكالكوليتر كده، لوج 5 زائد 2 جذر 6 تو ذا بيز اي، تمام، ونعوض بالقيمه. ويبقى ادي اول دول حل واحد ولا انفينيت؟ طبعا انفينيت، كل ان يديني حل. هل خلصنا كده؟ لا، لسه في روت تاني لازم نسولف فور زد في الروت التاني ده. ادي الاي باور اي زد ب 5 ناقص ال 2 جذر 6، يبقى اي زد هناخد اللان، هيبقى الحل متشابه مع اللي فوق مع الفرق، بس احنا لازم نركز كويس قوي. بصوا كده يا جماعه، هنجيب واحد على i تبقى ماينس i في لان 5 ناقص 2 جذر 6 i. الرقم ده فين بقى؟ يعني ده بيور ايماجيناري صح، واضح. هل هو على البوزيتيف y اكسس وبالتالي تبقى الزاويه بتاعته بباي على الاثنين، ولا على النيجاتيف y اكسس وبالتالي تبقى الزاويه بتاعته بناقص باي على الاثنين؟ هنعرف ازاي هو الرقم ده بوزيتيف ولا نيجاتيف. هي 5 اكبر من
الاتنين جذر 6 ولا اصغر؟ عندنا طريقتين نفكر فيه، يا اما تحسبها على الكالكوليتر سريعا وهتشوف ان هي تطلع رقم اكبر من الصفر، تمام، يا اما ان احنا هنقول ايه، هنقول ان الخمسة دي هي جذر 25، وان الرقم اللي هنا ده لو دخلنا الاتنين جوه الجذر تبقى 4 في 6 24، يبقى جذر 25 ناقص جذر 24 اكيد طبعا ايه اكبر من الصفر، لان جذر 25 اكيد ان هو اكبر من جذر 24. يبقى ايا كانت الطريقة هتشوف طريقة تحدد بيها اشارة الجزء المضروب في اي عشان نعرف نحدد الانجل المظبوط، نعرف نحدد اذا كان هذا الرقم موجود على البوستيف واي اكسس ولا على النيجاتيف، لان ده هيفرق في الانجل. فالانجل هنا باي على الاتنين زائد 2 ان باي. نختصر برضو، نضرب النيجاتيف اي جوه طبعا نشوف بقى قيمة اللوج هتبقى عاملة ازاي، يطلع ان ده الاكسبريشن الاخر اللي هو خاص بالحلول اللي جت من الروت التاني. يبقى 1 و2 يا جماعة دول بيدوني عدد كبير انفينيت طبعا من البوينت زد، يبقى each value of z from 1 or from 2 is a solution for sin z بتساوي 5. يعني لو حطينا هنا n بصفر وشفنا الكومبلكس نمبر اللي ناتج ورحنا عوضنا بيه في ساين يطلع لي 5، حطيت n بواحد 5 10 ماينس 100 ايا كان نفس الشيء، الرقم 2 دول مجموعه حلول اخرى، عوض في الn باي قيمه، في كل قيمه بنعوض فيها في n سواء from solutions 1 او solutions 2 يديني a valid solution for the equation sin z equals 5. طيب يلا بقى نتكلم على المودولس، من الحاجات اللي احنا دايما بنبقى interested ندرسها في كل function. المودولس عايزين نشوف يا ترى المودولس مثلا بتاع sin z عبارة عن ايه، او المودولس بتاع cosine z عبارة عن ايه. تعالوا نشوف كده finding a formula. دلوقتي احنا هنعمل derivation، نستنتج بيه formula. ليه الكلام ده يا جماعة؟ كله بيتذاكر، كل الderivations اللي بنعملها ده نظري بيتذاكر، وبيتذاكر كويس قوي، بيتفهم، ممكن تتسألوا في اي حاجة فيه، لان ده this is part of the course, part of the learning experience that you get through the complex functions course. تمام؟ فيعني لازم تتذكر كويس، ولازم تبقى قادر تعمل الديريفيشن بنفسك وتبقى فاهم كل step فيه وتنقل من step لstep ازاي and so on. طيب finding a formula for the modulus of the sine function in terms of x and y، اللي هما x والy طبعا ال real وال imaginary parts بتوع ال complex number نفسه زاد اللي بنعوض بيه. يلا نشوف الديريفيشن هنعمله ازاي. sin z، طيب sin z بتساوي ايه؟ زي ما احنا عارفين e اس ناقص ال sin z بتساوي المفروض ان هي بتبقى e power i z ناقص e power minus i z على الاتنين i. فلما نضرب i في z يديني ايه؟ يعكس بقى real imaginary parts، يبقى minus y plus i x. ولما نضرب minus i في z يعني minus i في x plus i y يديني كده، تتقلب برضو تبقى y ناقص i x على الاتنين i. احنا ليه عملنا كده؟ لان احنا عاوزين نجيب المودولس بدلالة ال x وال y، فعاوزين نفك ال sin z ونختصرها الى ابسط صورة بحيث انها تبقى على صورة real part و imaginary part ويبقوا فيهم x و y، ثم ناخد ال square root بقى بتاع real part تربيع زائد ال imaginary part تربيع. فالاول بنعوض بس بالz ونختصر، ناخد هنا e power minus i ونضرب بقى ال e power i x اللي هي cosine x زائد i sin x، وهنا ناخد ال e power i ونضرب بقى في ال e power minus i x cosine x minus i sin x على الاتنين i. فلو احنا عملنا شوية manipulation كده وقسمنا على، طبعا احنا عارفين ان الاسم على ال i معناها ايه، 1 على i اللي هي negative 1، يعني هيقلب بس اشارات كل الترمز اللي فوق، وهيبقى فيه هنا عندي 2، وهناخد الساين كومن فاكتور وهناخد الكوزاين كومن فاكتور، وهنختصر شويه تيرمز. طبعا دي حاجه كده ممكن تبقى فيها سطرين تفاصيل تقدروا تشتغلوهم بنفسكم، يطلع في الاخر انه الترم اللي فوق ده يوصل بعد الاختصار الى ان هو عباره عن ساين اكس في اي باور واي بلس اي باور ناقص واي على الاثنين زائد اي كوزاين اكس في اي باور واي ناقص اي باور ناقص واي على الاثنين. طبعا في حاجه كمان اللي هو ايه، احنا مش هنسيبه كده، احنا عارفين انه الريل هايبربوليك ساين اند كوزاين اللي هما الشاين والكوشاين فانكشنز اصلا الديفينيشن بتاعهم ايه يا جماعه، اللي احنا عارفينه بقى من الكالكولس بقى بتاع اعدادي. احنا عارفين ان شاين واي هي اي باور واي ناقص اي باور ناقص واي على الاثنين، وان الكوشاين واي
هو هي اي باور واي زائد اي باور ناقص واي على الاثنين. فلو عوضنا بيهم يعني بالديفينيشنز دي في الاكسبريشن فوق بتاع ساين زد يديني ايه؟ يبقى ساين زد هتبقى عباره عن ساين اكس مضروبه في القوس ده هو كوساين واي زائد اي كوساين اكس مضروبه في القوس ده هو مين؟ هو ساين واي. ده كده ده نتيجه مهمه قوي وصلنا لها، ودي ابسط ما يكون بخصوص اننا نحط الساين زد في صوره يعني function real function u of x و y plus i في الimaginary function اللي هي v of x و y. احنا دلوقتي جاهزين اننا نبدأ نجيب المودولس وناخد السكوير روت. يبقى لما هناخد المودولس زاد هناخد السكوير روت بتاع squaring of the real function u plus the squaring of the imaginary function اللي هي ال v. وهنقعد برضو نعمل بقى شوية قوانين الحساب المثلثات اللي احنا عارفينها trigonometric rules، اللي هو بنقول ايه؟ ان الكوساين تربيع هي واحد زائد ساين تربيع، والكوساين تربيع هنسيبها زي ما هي، ثم نفصل بقى ناخد هنا الساين تربيع في واحد زائد هناخد الساين تربيع كومن فاكتور ما بين السكند والثيرد تيرمز، فيبقى مضروب جواه كوساين تربيع زائد ساين تربيع. طبعا كوساين تربيع وساين تربيع مجموعهم بواحد، يبقى هنا مودول الساين زد هو عباره عن السكوير روت اوف ساين سكوير اكس بلس ساين square y. And this is the simplest form that we can get for modulus sin z. يبقى ده الإثبات اهو خلص هنا بأننا استنتجنا شكل المودولس sin z بدلالة ال x وال y as a real function بدلالة ال x وال y. يبقى modulus sin z بيساوي جذر sin تربيع x زائد sin تربيع y. يبقى you have to know how to do this derivation yourself and also to memorize the final conclusion أو final result هنا، لازم نبقى حافظينها المودولس ساين زد. نفس الشيء similarly we can prove ان المودولس كوساين زد شبه المودولس ساين، except بس ان الساين تربيع دي بدلها كوساين تربيع وهنا ساين تربيع زي ما هي. تمام؟ طيب تعليقا على كنا في ملحوظة قلناها في البداية ولاحظناها طبعا في الأرقام اللي طلعت لساين وكوساين، انه ان الساين والكوساين انلايك الريل ساين اند كوساين اللي كان بيبقى ليهم دايما ابر باوند كده للمودولس او الابسوليت فاليو بتاعهم اللي هي واحد، الحكايه دي مش حاصله في الساين زد والكوساين زد. وده اثبات هنا بقى نظري ثيوريتيكال، يعني انه شايفين العلاقات وصلت لايه؟ ساين تربيع زائد ساين تربيع. الساين تربيع اكس لا احنا عارفين ديفينتلي انها ما بتزيدش عن الواحد، ده دي الريل فانكشن. وات اباوت الساين؟ فهنا بقى بنقول ايه؟ We can notice from the formulas of modulus sine and modulus cosine that the complex sine and cosine functions are unbounded on the complex plane. ليه؟ لأن جواهم في المودولس بتاعهم شاين، والشاين لو نفتكر رسمتها اللي هي ممكن نكون درسناها برضو في الكالكولس في إعدادي، نلاقي إن الشاين دي يا جماعة طبعا الشاين هي e power x ناقص e power ناقص x على الاثنين، صح؟ فلو جمعنا ال e power x على الاثنين مع ال e power ناقص x على الاثنين ناقص يعني بالنيجاتيف، هنلاقي ان هو الـ as x tends to infinity هنلاقي ان القيمة دي ايه؟ tends to infinity. إذن الـ shine is itself unbounded on the real line، وبالتالي لما تدخل تحت الجذر مع الـ sine أو مع الـ cosine يبقى هتخليه هو كمان unbounded. وبالتالي ايه؟ وبالتالي ما نقدرش نلاقي يعني ايه كلمة unbounded، يعني there is no real constant m so that modulus sin z أقل من الm for all z in C in the complex plane. Nor does there exist a real constant m so that modulus cosine z أقل من m for all z in C. يعني unbounded، يعني عمرك ما هتلاقي value تقول إن كل قيم المودولس دي أقل منه. No, this doesn't happen. والعكس بيحصل، بمعنى إن modulus z tends to infinity as well for different values of z يعني. فده كده كان بس إثبات نظري شوية ليه المودولس sin ليه الساين أو الكوزين unbounded في الكومبلكس plane. فده كان يعني we verified it قبل كده بالأرقام، ودلوقتي أثبتناها كمان theoretically. يعني ننتقل إلى برضو حاجة تانية كapplication حتى على المودولس الزيروز بقى. إحنا بيهمنا برضو كتير لأسباب مختلفة يعني إننا نعرف الزيروز بتاعت الفانكشن. ليه مثلا ده يهمنا؟ لانه على سبيل المثال لما الفانكشن دي تظهر في المقام بتاع فانكشن اخرى، فبنبقى عاوزين نحدد السنجولاريتيز بتاعه الفانكشن الاخرى، فبنبقى اول خطوه بنقول هنبحث عن اصفار المقام الزيروز بتاعه الدينومينيتور. ففايندينج ذا زيروز اوف ا فانكشن از ان امبورتنت ايشو، يعني بتهمنا كتير يعني. فتو فايند ذا فاليوز اوف زد ات ويتش ساين زد بتساوي صفر او كوساين زد بتساوي صفر، هنعمل ايه؟ اي ذا زيروز اوف ساين زد اور كوساين زد.
والله واحد يقول اه عادي، ما احنا لسه متعلمين من شويه هاو تو سولف تريجونومتريك ايكويشنز، وخدنا اكزامبل كده اللي هو ساين زد بخمسة وحليناه، فاه صح this is يعني a way to get the zeros، يعني we can solve the equation sin z بيساوي صفر in the same manner used earlier to solve the equation sin z بيساوي خمسة. أو alternatively ممكن نعمل حاجة مختلفة هنا شوية. A different method involves recognizing that a complex number equals zero if and only if its modulus is zero. لا يمكن complex number هيبقى بصفر إلا لو كان المودولس بتاعه بصفر، تمام؟ فبالتالي لان يعني لو المودولس مش بصفر يبقى الكومبلكس نمبر ده مش بصفر، يعني لو المودولس ليه اي قيمه معناها ان جذر اكس تربيع زائد واي تربيع لا يساوي الصفر، يعني يا اما اكس ليها قيمه يا اما واي بتساوي ليها قيمه، which means ان الرقم ده مش بصفر اصلا. فالحاله الوحيده اللي تخلي كومبلكس نمبر بصفر هي ان يكون المودولس بصفر، ولو المودولس بصفر يبقى الكومبلكس نمبر بزيرو. هو ده معنى if and only if، انها حاجه ايه تو واي يعني. فممكن نستفاد بالموضوع ده ان احنا نقول ايه، طب خلاص احنا عشان نجيب الزيروز او نجيب نحل الايكويشن ساين زد بيساوي صفر، احنا ممكن equivalently يعني نحل ايكويشن تانية اللي هي ايه، اللي هي بتقول ان مودولس ساين زد بيساوي صفر، مودولس ساين زد بيساوي بالصفر، نجيب قيم اكس اند واي اللي تخلي مودولس ساين زد بصفر، يبقى احنا كده جبنا قيم زد اللي هتخلي ساين زد بصفر. وممكن تكون الطريقه ابسط شويه، example find the zeros of sin z and cosine z. تعالوا بقى نحل ونشوف ايه ال ونشوف ال example هنا حلو ايه. ادي finding the zeros of sin z and cosine z. sin z بتساوي صفر، قلنا this is equivalent، العلامة دي معناها equivalent to ان انا بقول ان modulus sin z بصفر. طيب modulus sin z اللي احنا لسه احنا مستنتجينه من شوية وقلنا هنحفظه هو ال square root بتاع sin تربيع x زائد sin تربيع y بتساوي صفر. يبقى اذا لما نربع الطرفين يبقى sin تربيع x زائد sin تربيع y بتساوي صفر. طب يا جماعه لما اقول ساين تربيع اكس زائد ساين تربيع واي بتساوي صفر، وبما ان اصلا كل واحده فيهم ما هي الا كميه متربعه، يعني بالتاكيد هتكون قيمتها يا زيرو يا بوزيتيف، فعشان يكون مجموع كميتين بوزيتيف او صفر بيساوي صفر، ده معناها ايه؟ انه each one of them has to equal zero، ملهاش حل تاني، لان الاثنين اصلا كميات سكويرد، صح كده؟ يبقى 1 is satisfied if and only if برضو ساين اكس بتساوي الصفر، طبعا ساين تربيع اكس بصفر معناها ساين اكس بصفر، وشاين تربيع واي بصفر معناها شاين واي بصفر، لان زي ما احنا شايفين ان الساين تربيع والشاين تربيع دول ايه كميات اكيد اكبر من او تساوي الصفر. هنمسك كل واحده فيهم لوحدها نحلها، طبعا خلي بالكم اند يعني دي وفي نفس الوقت دي، تمام كده؟ فهنحل الساين اكس بصفر ونحل شاين واي بصفر، طبعا ودي حاجات بسيطه لان دي بقى حل ريل فانكشن. ساين اكس امتى بتبقى بصفر؟ لما يكون الاكس بان باي والان ب 0 بلس ماينس 1 اند سو اون. شاين واي امتى هيبقى بصفر؟ لما يكون الواي بصفر، في يعني شاين واي ما بتبقاش بصفر الا فقط لما بيكون الواي بصفر، دي الحل الوحيد ليها. لسه احنا شايفين اهي شكلها من شويه، ادي شكل الشاين بتبقى بصفر فقط عند الايه، عند الاوريجن. طيب بتاخد بقى كل البوسيبل فاليوز اوف اكس مع كل البوسيبل فاليوز اوف واي بيديني ايه، يعني كل الكومبينيشنز دي هتديني حلول ممكنه. اذا the solution of sin z بيساوي صفر r z بتساوي ايه، خد كل ال possible values of x مع كل ال possible values of y اللي هي طبعا n pi، هي دي ال zeros بتاعة sin z. حد كده يقول الله احنا ملاحظين حاجة ان ال zeros بتاعة sin z هي نفسها، يعني ما ال n pi هي نفسها ال zeros بتاعة ال real function. ده صحيح، يعني نلاحظ هنا انه ال n pi ان هي دي نفسها the same zeros of the real sine function. Similarly يا جماعة لو انتوا عملتوا نفس الاكسرسايز ده بس حطيتوا فيه المودولس بتاع الكوزين زد اللي هو كوزين تربيع زائد شاين تربيع وحلينا، يطلع انه الكوزين زد بتساوي صفر امتى، او يعني ايه هي الزيروز بتاعت كوزين زد؟ هي قيم زد بتساوي 2n plus 1 باي على الاثنين وn بصفر plus minus 1 plus minus 2n so on، اللي هما they are the same as those of the real ساين فانكشنز اند كوزين فانكشنز. فطبعا هنا بنلاحظ ان ايه، دي حاله خاصه، يعني مش دايما الزيروز بتبقى هي نفسها بتوع الريل فانكشن وبتوع الكومبلكس فانكشن، مش ضروري. وابسط مثال على كده، ما احنا اوريدي خدنا حاجه زي دي قبل كده، هو احنا يا جماعه مثلا البولينوميالز لما كان بيبقى عندنا كوادراتيك ايكويشن او ايكويشن تو ذا باور 3 او 4 وهكذا، ما الزيروز بتاعتها ديفينتلي لو انا بحلها في الريل كريل فانكشن هيبقى ليها زيروز معينه، لو انا بحلها كومبلكس فانكشن هيظهر لها زيروز اخرى كومبلكس نمبرز، صح كده؟ اذا مش ضروري يعني ان الزيروز تبقى هي متطابقه
ما بين الريل دي هنا حالة خاصة في الساين والكوزاين، ولكن مش ضروري ان اي كومبلكس فانكشن تبقى الزيروز بتوعها هما نفسهم الزيروز اوف ذا ريل فيرجن اوف ات، ممكن يبقوا هما نفسهم بس ممكن يزيد عليهم زيروز اخرى. تمام اوكي. طيب نتنقل بقى الى التوبيك بتاع المهم برضو اللي احنا بنهتم بيه في كل فانكشن بندرسها، اللي هو الاناليتيسيتي. يا ترى الكوزاين والساين اناليتيك ولا لا، واناليتيك فين؟ فبنقول طبعا انه the derivatives of the complex sine and cosine are found using the chain rule. طبعا يا جماعه هي من تعريف الساين نفسه نقدر نستنتج، يعني هي الساين معتمد على ايه؟ على exponentials مجموعين على بعض. كل exponential function اصلا لوحدها بتبقى ايه يا جماعه؟ entire. يبقى اذا المجموع او الطرح ما بينهم entire، يعني اذا الساين زاد لوحدها entire function، الكوزاين زاد لوحدها entire function. هنجيب التفاضل ازاي؟ ممكن نجيبه بالchain rule ببساطه قوي، ما احنا عارفين التفاضل بتاع الاي. ممكن ايه نجيب التفاضل بقى بتاع اي combination of sum او product او كده of exponential functions. فلما هنفاضل هيبقى عندي التفاضل الاولاني زائد التفاضل الترم التاني، طبعا الاثنين اي كونستانت، يطلع في الاخر ايه بعد الاختصار كده مين الاكسبريشن اللي على مين؟ ده هو الاكسبريشن اوف ذا كوزاين كوزاين ذات، صح؟ يبقى التفاضل بتاع الساين بكوزاين نفس نفس طبعا النتيجه، يعني العلاقه هي نفسها زي ساين اكس وكوزاين اكس. since this derivative is defined for all complex numbers z، تمام، يبقى اذا ساين ذات اذا انتاير فانكشن. احنا قلنا انه الاي باور اي ذات انتاير والاي باور ماينس اي ذات انتاير، يبقى الكومبينيشن اللي ما بينهم ده بيبقى انتاير هو كمان. similarly it can be proved انه التفاضل بتاع الكوزين بماينس ساين. the derivatives of sine and cosine can be used to show that the derivatives of the complex trigonometric functions are the same as those of the real ones. يعني بعد ما عرفنا واثبتنا تفاضل الساين والكوزين باستخدام التفاضل بتاع الاكسبوننشال فانكشن، التان بقى هي ساين على كوزين، الكوتان هي كوزين على ساين، والسك وهكذا، ممكن بقى نستنتج بقية التفاضلات باستخدام تفاضل الساين والكوزين والرولز اوف ديفرنشيشن بقى بتاعه البرودكت والقسمه وهكذا، هما نفسهم بالظبط التفاضلات الخاصه بالريل فانكشنز. طيب الساين والكوزين انتاير فانكشن زي ما قلنا، هاويفر الباقيين بقى مش انتاير، اللي هم التان والكوتان والساك والكوساك، هما مش انتاير، انما هما ايه؟ هما اناليتيك اونلي ات ذوز بوينتس وير ذا دينومينيتور از نون زيرو. يعني كل واحدة من الفانكشنز الباقيين دول التان والكوتان فيها مكونة من بسط على مقام، يعني فانكشن على another function، يبقى هي analytic everywhere except at the zeros of the denominator. يعني مثلا التان عشان نعرف هي analytic فين، التان عبارة عن sin على cosine، يبقى analytic في كل الcomplex plane ما عدا الزيروز بتاعت cosine، وعشان كده كان مهم نعرف ازاي نجيب الزيروز دي. نفس الشيء الكوتان analytic everywhere ما عدا at الزيروز بتاعت sin وهكذا. تمام، خلصنا كده الحمد لله الـ complex trigonometric functions، ودلوقتي نروح لآخر نوع من أنواع الـ functions هندرسه إن شاء الله في الشابتر ده، اللي هو الـ hyperbolic functions. shine و cosine الـ definition بتاعهم هو نفسه الـ definition بتاع الـ shine والـ cosine للـ real value x، ولكن بنستبدل الـ x بـz. الشاين اكس والكوشاين اكس يا جماعه لو تفتكروا من رسوماتهم، احنا حتى لسه عارضين شكل الشاين اكس من شويه، فالشاين اكس والكوشاين اكس دول ما يعني they are not periodic. ف unlike the real hyperbolic functions the complex hyperbolic functions are periodic and have infinitely many zeros that are pure imaginary. طبعا برضو يا جماعه شاين اكس ما كانش فيها غير صفر واحد بس، فاكرين الرسمه بتاعتها؟ ادي شاين اكس اللي احنا عرضنا الشكل بتاعها اهو، ادي شاين اكس، فهي اولا مش بيريودك ما غير متكرره، ثانيا ملهاش غير صفر واحد بس عند الايه؟ عند الاوريجن، عند الاكس بصفر. يختلف بقى عنها الشاين زد، الشاين زد هي اولا بيريودك وممكن نثبت ده بسهوله، وثانيا لها انفينيتلي ماني زيروز. اوكي نشوف بقى ايه، نوصل تاني للشاين. طيب البيريود بتاعت الشاين او الكوشاين ايه؟ هتبقى البيور ايماجيناري ومقدارها 2 باي اي. لو حطينا بدل الزد زد بلس 2 باي اي، تمام، هنلاقي ان الاي باور زد بلس 2 باي اي هي نفسها اي باور زد، ونفس الشيء في الاي باور ماينس زد، تمام، and have infinitely many zeros زي ما قلنا.
the complex hyperbolic التان اللي هو بقى التانش والكوتانش والساش والكوساش are defined in terms of الشاين والكوشاين. يعني لو احنا فهمنا خلاص تعريف الشاين والكوشاين بنجيب بقى التانش شاين على كوشاين، الكوتانش كوشاين على شاين، الساش واحد على كوساش، والكوساش واحد على الشاين. تمام؟ طبعا معلش، الساش هي واحد على كوشاين والكوساش هي واحد على الشاين. الاناليتيسيتي، الهايبربوليك ساين والكوزاين بما ان هما متعرفين بدلاله الاي باور زد والاي باور ماينس زد فهما انتاير فانكشنز، والتفاضل بتاعهم برضو ممكن نستنتجه ايزلي من التفاضل بتاع الاي، وهيطلع تفاضل الشاين بكوشاين وهيطلع تفاضل الكوشاين بشاين، ونفس العلاقات بالظبط اللي هي الخاصه بتفاضلات الريل هايبربوليك فانكشنز. يا ترى ايه هي الريليشن شيب ما بين الكومبلكس هايبربوليك فانكشنز اند ذا كومبلكس ساين اند كوزاين فانكشنز؟ تعالوا نشوف كده. If we replace z with iz in the definition of shine، بصوا كده shine لو شلنا كل z وحطينا مكانها iz في shine يديني ايه؟ مين ده لو احنا هنا ضربنا فوق وتحت في i؟ مين الترم ده؟ ده sin z. يبقى في علاقة مهمة استنتجناها اهو، بتربط الشاين بالساين، ان شاين اي زد بتساوي اي ساين زد. ممكن برضو طبعا ناخد الساين زد في طرف ونقسم على الاي، فيبقى هنا عندنا ايه؟ ماينس اي شاين اي زد. سيميلرلي لو احنا ريبليس الزد وذ اي زد في الاكسبريشن بتاع الساين بقى، ماشي، لو انت رحت للساين زد وشلنا الزد وحطينا اي زد نوصل لايه بقى؟ هنوصل لانه الساين اي زد بتساوي يعني هتبقى اللي هي واحد على نيجاتيف اي في شاين زد، او يعني الترناتيفلي شاين هتبقى ناقص اي في الساين. وريبيتنج البروسيس دي فور الكوزاين والكوشاين بنقدر نوصل للريليشن شيبس دي. ادي اول اتنين اهم اللي احنا يعني شفنا بيجوا ازاي، الساين علاقتها بالشاين وعلاقه الشاين بالساين. وسيميلرلي ممكن نثبت باننا نريبليس الزد باي زد في اكسبريشن الكوزاين، ونريبليس الزد باي زد في اكسبريشن الكوشاين، نثبت ان الكوزاين زد بتساوي كوشاين اي زد، وان الكوشاين زد بتساوي الكوزاين اي زد. ايه الفايده اللي ممكن يعني نحصل عليها من الديفينيشنز دي؟ فقال لك ذيرفور، يعني برضو نفس الشيء، لو جينا نشوف التان اي زد اللي هي ساين اي زد على كوساين اي زد، ونعوض بالساين بدلاله الاي شاين والكوساين اللي هي كوساين مباشره، يطلع ان ده الاي تانش. يبقى دي العلاقه هي ما بين التان اي زد والتانش والتانش زد. These relationships can be used to derive the following hyperbolic identities from trigonometric identities. يعني طبعا هي relationships دي مهمه، هي علاقات في الاخر بتربط الحاجات. يعني مثلا احنا لو عندنا التانش لزاد معينه ممكن نجيب التان اي زاد بدلتها، هي علاقات مهمه نعرفها يعني. بس يزيد على كده ان احنا ممكن نستخدم العلاقات دي علشان نثبت يعني الايدنتيتيز دي للهايبربوليك فانكشنز باستخدام الايدنتيتيز بتاعه التريجونومتريك فانكشنز. يعني شاين ناقص زاد بيساوي ناقص شاين زاد، طب احنا ممكن نثبت ده ازاي؟ عادي جدا، ممكن بالديفينيشن اصلا بتاع الشاين ناقص بتاع الشاين زاد نحط الزاد بناقص زاد. كلهم ممكن نثبتهم either بالديفينيشن الاصلي بدلة الاكسبوننشال فانكشن، او زي ما هنشوف دلوقتي الاكزامبل ده هنعمل ايه حركة تانية شوية، ان احنا هنثبت العلاقة بتاعة كوشاين مجموع two complex numbers اللي هي كوشاين كوشاين زائد شاين شاين، هنثبتها بس باستخدام الريليشنشيب ما بين التان وال يعني ما بين الساين والكوزاين والشاين والكوشاين اللي احنا لسه عاملينها من شويه. فخلينا كده نشوف الاثبات ده، يعني ممكن ازاي نعمل الاثبات ده. بروف ذات كوشاين زائد زائد واحد بيساوي كوشاين كوشاين زائد شاين شاين. بس الحقيقه لو احنا اطلقنا السؤال كده جنرال ممكن تستخدم اي طريقه، ولو حددنا مثلا ان احنا عايزين باستخدام الريليشن شيب او الرولز ريليتنج الشاين والكوشاين يبقى لازم نستخدم الرولز ريليتنج شاين والكوشاين. فبصوا بقى هنقول ايه. الكوشاين هي مين؟ هي الكوشاين اي حاجة جوه زاد بكوزاين اي في الكمية اللي جوه دي، يبقى كوشاين زاد واحد زائد زاد اتنين هي كوزاين اي زاد واحد زائد اي زاد اتنين. شكرا، وصلنا من الكوشاين للكوزاين. الكوزاين خلاص احنا عارفين الرولز بتاعتها،
ان كوزاين مجموع زاويتين هو ايه؟ كوزاين كوزاين ناقص ساين ساين، عوضنا. طب مين الكوزاين اي زد واحد؟ عايزين نرجع تاني للكوشاين، هي نفسها كوشاين زد واحد. طب كوزاين اي زد اتنين؟ هي نفسها كوشاين زد اتنين. طب الساين اي زد اللي هي عبارة عن ايه؟ لو احنا رجعنا للرولز، ادي ال ساين، فين ساين الاي زد؟ اهي، هي عبارة عن شاين على نيجاتيف اي، تمام؟ يبقى ساين الاي زد هي شاين على نيجاتيف اي. نختصر بقى طبعا نيجاتيف اي في نيجاتيف اي بكام؟ بنيجاتيف باي سكويرد اللي هي بناقص واحد، تخلي الاشاره نيجاتيف دي بلس. اثبتنا اللي احنا عايزينه في سطرين بسيط جدا، وباي ذا واي ده اسهل كتير من اننا نروح نستخدم الاكسبوننشال ديفينيشن بتاع الكوشاين ده، يعني اسهل واتعملت في سطرين بس. طبعا استخدمنا في النص ايه؟ استخدمنا الايدنتيتيز اوف الكوزاين، يعني ازيف ان احنا وي بروف ذا ايدنتيتيز اوف ذا كوشاين يوزنج ذا ايدنتيتيز اوف ذا كوزاين، تمام كده؟ اوكي طيب كده يا جماعة الحمد لله خلصنا chapter 4. chapter كان طبعا دسم شوية ومليان يعني rules و derivations محتاجين تتمرنوا كويس فيها، تفهموها، يعني make sure you can derive each you know theory أو proof أو كل حاجة yourself على ورقة كده برة. إن شاء الله ده كده الجزء اللي داخل فيه الميدترم، كل ال 4 chapters الأولانيين اللي هم عبارة عن 5 lectures بكل tutorials بتاعتهم إن شاء الله داخلة فيه الميدترم. ويعني إن شاء الله بقى نكمل بعد الميدترم، الأسبوع بتاع الميدترم نفسه اللي هو ال 6 week هيكون off، فهنكمل بقى إن شاء الله بعد هذا الأسبوع نكمل بقى في بقية الكورس chapter 5 واللي هي lecture number 6. شكرا جزيلا، سلام عليكم.